أن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نشكر السلطات المحلية لولاية عنابة كلها، رجال الشعب، حتى الشعب عاوني. هي مناسبة طيبة ومهمة تقام كل سنة، وذلك للتعريف بنشاطات الدرك الوطني. والأجمل في هذه التظاهرة المفتوحة أمام الجمهور هو التعريف على ما يقدمه الدرك الوطني من فرص للعمل للشباب. نظمت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ككل سنة أبواب مفتوحة على مدار 3 أيام، وهذا من أجل فتح المجال للمواطنين لمختلف الشرائح للتعرف على المهام المنوطة للمؤسسة. من جهة أخرى فتح المجال للشباب لمعرفة شروط التجربة.